هنا سؤال بيقول هل الشيوعية كفر ومن ينتمي إليها كافر؟ أول حاجة يا أخواننا لابد نعرف أمرين، نعرف الشيوعية ونعرف الكفر والكافرين عشان نحكم على هذا المنهج، وبعد ذلك نحكم على من ينتمي إلى هذا المنهج. أول حاجة يا أخواننا الشيوعية هي مذهب دنيوي محدث في القرن الثامن عشر، نهاية القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر 1800، وهو من حيث الكفر والعقائد الموجودة مذهب قديم، مذهب قديم. وفكرة الشيوعيين إنه دارين يساووا الناس في أي حاجة في الدنيا بحسب فهمهم هم، ويقطعوا صلة الأرض بالسماء، ديل الشيوعيين. والشيوعية هي نسبة يا أخواننا لمذهب معين، هو المذهب الشيوعي الذي أسسه كارل ماركس، ده واحد اسمه ماركس، عنده كتاب، أول كتاب أصدره اسمه رأس المال، وعنده كتاب مع واحد تاني اسمه إنجلز اسمه البيان الشيوعي، وده إذا خشيت أي موقع من مواقع النت بيجيك البيان الشيوعي فوقه قرابة 70 صفحة، بيذكروا فوقه المنهج الشيوعي حقهم القاموا عليه، ويفسروا الأحداث والتاريخ من منطلق مادي. يعني الشيوعي لما يجي يتكلم لك عن أزمة بتاعت بنزين، أو يتكلم لك عن كوارث طبيعية أو كده، ما بقول لك إنه ربنا سبحانه وتعالى يبتلي العباد، وإنه ربنا سبحانه وتعالى يذيق الناس بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لا، بيقول لك لا، أصلا إنه في ما أعرف مد وجزر، وأصلا فوقه حصل، وبما إنه الناس يعني ما زرعوا كويس السنة دي وما شدوا حيلهم عشان كده بقت ما في غلة. فبيفسر الأمور من نظرة مادية، وعندهم حاجة منهج في تفسير الحياة يسمى بالديالكتيك. طبعا الموضوع ده شيوعيين ما عارفين، شيوعيين بتاعين الخلط والبنجو وقلة الأدب ما عارفين الموضوع ده، فهمته؟ اللي هو بيسموه التفسير المادي للتاريخ، انه بيفسروا التاريخ القديم والاحداث اللاحقه بيفسروها من منطلق مادي، حتى نبوات الانبياء بيفسروها من منطلق مادي، وهم دارين يقطعوا صله الناس بالاديان. الشيوعيه جاءت لتقطع صله الناس بالاديان، عشان كده بقولوا لك نحن نؤمن بثلاث ونكفر بثلاث، نؤمن بلينين وستالين وكارل ماركس، ونكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة، ديل الشيوعيين. وعندهم مراجع، عشان ما يجيني واحد يتفلسف ويجي يقول لي لا الشيوعيين ديل ما كفر، إن هي شنو هي ذات الشيوعية هي شنو؟ ده المذهب القاموا عليه، دي الأداء القاموا عليها الشيوعيين. عندهم عقائد بعد ذاك الشيوعيين، من هذه العقائد إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. زول بيقول الله ما في، يجيك واحد يجي يغالتك لما تكفروا الناس، وقال لك الله ما افتى انا اكفر، وكيف انت ما نصيحه ولا شنو؟ وذول بيقول الله ما اف، ودخل بيتين ذاته عشان اطلعه، فهمته؟ فده مذهب، دي عقيده من العقائد، والكلام ده سطروها الناس الاساطين ذاته. عشان كده ماركس في كتابه البيان الشيوعي مع واحد اسمه فريدريك انجلز قالوا فالشيوعيه تلغي الحقائق الابديه، تلغي الاديان والاخلاق عوضا عن تجديدهما. يعني ما في حاجة اسمها العدل، ما في حاجة اسمها الكرامة، ما في حاجة اسمها الحياء، ما في حاجة اسمها الشهامة، ما في حاجة اسمها المروة، دي في الشيوعية ما في. في حاجة اسمها يا زول أنا بلقى قصادك شنو، وإنت بتلقى قصادي شنو، دي المادية تحت الشيوعيين. كويس، الشيوعيين عندهم واحد اسمه لينين، اسمه فلاديمير لينين، وده أسس الدولة الشيوعية سنة 1917. قال في كتاب اسمه مهمات اتحادات الشباب، قال شنو؟ قال بأي معنى ننكر الأخلاق وننكر السلوك؟ قال نحن ما عندنا حاجة اسمها أخلاق وما عندنا حاجة اسمها سلوك. قال بالمعنى الذي تبشر به البرجوازية التي كانت تشتق هذه الأخلاق من وصايا الله، وبهذا الصدد نقول بالطبع أننا لا نؤمن بالله.
ده في الكتاب بتاع كتاب بتاعهم اسمه مهمات اتحادات الشباب، ولزمان قريب كان بتلقاه هنا جنب السينما بتاعت كلوزيوم، وقدام جنب المريديان هناك فارشينه، وجنب مدارس الاتحاد العليا اللي هي شرق الشارع بتاع القصر ده، وزمان كان برضو بيفرشوا جنب السوق الجامع الكبير في السوق العربي. عندهم كتاب تاني اسمه الاشتراكية العلمية والاشتراكية الطوباوية لإنجلز. إنجلز، وإنجلز هو إنسان متشدد في الشيوعية، ولا يقبل أن يخرج الإنسان من المذهب الشيوعي، برضو زي الصوفية. الصوفية عندهم لو مركت من الطريقة أنت بتموت على سوء الخاتمة، زي ما قالوا التجانية، قالوا الزول اللي بيمرق من الطريقة التجانية يخشى عليه سوء الخاتمة. وانت لما تمرق من الطرق والاحزاب يا دوب انت ماشي صح، يا دوب تمام سكت طريق الجنه صح، عرفته؟ فدا انجلز ده بيقول، قال وبما ان حواسنا لا تؤمن بغير الاشياء الماديه فاننا لا نعرف شيئا عن وجود الله، فقط وجودي انا اكيد. قال بس انا، بس انا دار لي حاجه ماديه، حاجه اهبشها، حاجه اشمها، حاجه اشوفها، عرفته؟ حاجه احسها، دي قال انا بؤمن بها. اما حاجه ما شفتها انا، حاجه ما بقدر المسا، حاجه ما بقدر اعيلها الى اخر، فهذه قال وزعم انه لا يؤمن بها. ولذلك ده المذهب الشيوعي. والكلام ده قاله كثير من قوات المنهج الشيوعي، عشان كده قالوا زي ما كتاب اسمه نصوص حول الدين لينين، قال الدين أفيون الشعوب، دليلين قال الدين أفيون الشعوب، وهذه مقولة مشهورة ومعروفة عن الشيوعيين، وبينبذوا الدين وينبذوا الإسلام كثير جدا. برضو عنده كتاب اسمه ضد دوهرينج، ده إنجلز، الصفحة تقريبا 149. قال وبعد هذه السطور استطعنا أن نلغي ونزيل وندمر جميع الغيبيات والقوى السماوية والجنة والمطهر مع خلود الروح. فهم بيعتقدوا الشيوعيين أنه لا إله والحياة مادة، وهذه المبادئ يعني أكدها الحزب الشيوعي السوداني في المؤتمر الخامس. عندهم غلاف صغيروني كده اسمه المؤتمر الخامس، أكدوا فوقه على مسألة أنهم يرجعون في منهجهم إلى الفكر الماركسي والفكر اللينيني. ديل الشيوعيين تعين السودان، ناس مين؟ عوض بابكر وعبد الخالق محجوب والشفيع أحمد الشيخ، الكتلهم نميري جزاه الله خير. نميري من حسناته أنه كتل هؤلاء الشيوعيين محاكم 5 دقائق، طوالي نجمهم لك جنب الزخيرة هناك وجدعهم في البحر إلى لعنة الله سبحانه وتعالى، فهمت؟ كلهم قرضهم شيوعيين، ضربوا له الاتحاد السوفيتي، الشفيع ده راجل فطومة شغالة مع الترابي، ده كمان مجرم تاني شغالة معه موازي في جامعة الجزيرة. وطبعا النميري الترابي كان وزير العدل بتاعه، قام أفتلوا إنه يقتل الشيوعيين دل، وبعد شيء الترابي قام نكر الموضوع، قامت فطومة شغالة معه موازي، الترابي طبعا جنه يضحك في الجماعة دل، قال هذه توفي عنها زوجها، بقى يضحك فوقها، توفي يعني أرمل يعني لا فساي مطلوقة ما عندها راجل، فطوم أحمد إبراهيم. قالت أنا قريت القرآن، تخيل والله لو قرأت القرآن كانت تبخرت ذاته، كان لأنه القرآن ده ربنا قال إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ما بتقدري عليه أنت. قالت من خلال قراءتي لتفسير القرآن وجدت أن المفسرين قد فسروا القرآن لمصلحتهم الخاصة، عاملة فوق الغرطبي دي فطومة، فطومة أحمد إبراهيم، التي تقول أن المرأة إذا زنت لتطعم أطفالها فإن الله لا يحاسبها لأن سياسة الحاكم هي التي دفعتها إلى ذلك. شوف الكفر وقلة الأدب والبلادة، 3 حاجات، كفر وقلة أدب وبلادة. لا يحاسبها، أنت الحساب ده عندك ولا عند الله؟ ده نمرة واحد. أما من ناحية بلادة، زول جعان يا أخواننا بيقدر يقع في زنا؟ تزول جعان تقدر تزني؟ دي ذات من ناحية بيولوجية كده ما بتجي الشغلة دي. ها؟ زول جعان مكركب،
عشان كده ممكن تلقى لك بلد فيها مجاعات تقول لي فيها زنا، ما بكون فيها زنا، ها ما بكون فيها زنا، فهمت؟ لانه الناس تلقاهم ناس دايرين لهم لقمه عيش، ناس بياكلوا في الصفق، بلاده دي بلاده، فهمت؟ يا اخي عائشه رضي الله عنها قالت: كان يمر علينا الهلال والهلالان والثلاثه اهله في شهر ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. مش ما في اكل نار ذات يوقدوا بها، لكن ما كان بياكلوا التمر ويشربوا عليه والماء، وهذه اطهر وافضل البيوت التي وجدت على وجه الارض. ولذلك اخواننا دي مناهي فارغه وفاشله. الشيوعيه تدعو الى اشاعه المراه، زي ما قال ماركس في كتاب البيان الشيوعي ذاته، قال: فغايه ما يمكن ان يلام عليه الشيوعيون انهم يريدون اشاعه صريحه للمراه بدلا من الاشاعه المغطاه بالرياء والمداجه. قالوا دارين اشاعه صريحه للمراه، ما في حاجه اسمها مراه، مرتي ومرتك، اختي واختك، ها خالتي وخالتك، المجتمع ده يكون كده بس، تسوق من طرف وتفوت. عشان كده هنا في الجامعه دي التاريخ السوداني يشهد للشيوعيين انه كان في مشاكل في الجامعه دي، جامعه الخرطوم دي في الخمسينات، لانه كان عندهم رقصه وسخه جدا اسمها العجكو، رقصه تطفى فيها الانوار وتكابس فيها الحجار، والله كريم، فهمت؟ اوس كثير جدا، رقصه عفنه جدا، ليالي حمراء، فهمت؟ كان بيعملها شيوعيين. ولذلك اخواننا المنهج الشيوعي ده منهج كفري، ناس بحادوا الله، قالوا الله ذاته ما في، الرسول قالوا كذب، القران كذب، كله كذب، قالوا الدين ده كله كذب، ويتهموا الاسلام، زي ما قال واحد، قال نحن ما بنقول انه الاسلام ظلم المراه، ولكن نقول ان النص القراني هو الذي ظلم المراه، الكلام ده قالوا في النجيله دي، فهمت؟ واحد تابع للمؤتمر السوداني الاس اس اي، فهمت؟ ده برضه مرافيد الشيوعيين، تخيل زول الشيوعيين ما قبلوا بيه، والله يا اخواننا دي مشكله. واحد تلقاه في الحله مشهور، زول قليل ادب وكتل حفلات وبيخرب الحفله وبيشرب مريسه وكده، تخيل ده ذاته يقول لك والله فلان ده قليل ادب، معناه ده منتهي مره واحده. فشيوعيين طردوا ديل طردوهم، تخيل اس اس اي والجبهه القوى التقدميه الحديثه، ناس الحاج وراك ومنصور خالد، مجموعه من الشيوعيين اسمائهم ذاته لو ذكرتها يمرق الغبار من نخرينك، شيوعيين عتاوله كبار قدام، فهمت؟ في الكفر والالحاد، فده المنهج الشيوعي. طيب الكفر هو شنو؟ الكفر يا اخواننا انه الانسان يفارق الاسلام اما باعتقاد او بقول او بعمل. زول تلقاه بيقول في الكفر، الاتحادين ديل عندهم كولين شين جدا، يقول لك بيسب فوق دين، يقول لك دينك يا دينك وانت صح، دينك يحكمك بالسلاح، ودينك ده دين، الدين الدندن فوق احزاني، ده كولين بيقولوا هنا في الجامعات دي. وده لو مسكت اكبر شماسي في السوق العربي يستعيذ بالله من هذا الكلام، ده بره الدين طوالي، ده بره. واحد تلقاه منتمي للمؤتمر الشعبي، انت قال الكافر ده اللي يكون عنده قرون وسنون طوال كده ومنقط مننا الدم وكده زي اللي بيجيبون في توم اند جيري، لا 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 لا، ممكن يكون طالب وظريف والريحه بتاعته جايبه من بره، فهمت؟ وقميصه ظريف ولابس نظيف ود اول الدفعه، برضه ممكن يكون كافر. انت قال الكافر ده اللي يكون كيف يعني؟ وممكن يكون سوداني وعنده رغم وطني وجنسيه وبطاقه بتاعت خدمه وطنيه، وممكن يكون فهمت سوداني اصيل، يقول لك سوداني اصيل، ما اصله تكون سوداني اصيل، لكن بر الدين، بر الدين. واحد يقول لك ما في سدره منتهى، ده مسلم؟ واحد يقول لك عذاب قبر ما في، ده مسلم؟ واحد يجي يستهزأ بالصلاه؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الكفار او ومن الكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا، زي ما بيعمل الترابي والشفع بتاعنه، يجي يقول لك ها يقول لك بتقول السلام عليكم، السلام عليكم، بتسلم على منه ها، ويقول لك التشهد دجنه يعني تشهد دجنه، ويجي يقول لك ها يعني اطعم في الصلاه بامور كثيره جدا وتقوم ساي، ما في حاجه اسمها السلام عليكم.
فدي أقوال كفرية دي الإنسان بيمرق بها برا الإسلام. زول يسب الدين، زول يسب النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما عمل الشيعين. الشيعين عملوا هنا في الجامعة دي برضو بدري جريدة اسمها الراصد أو الدندهوب، طعنوا فيها في النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في الإسلام وطعنوا في الأنبياء. دي الشيعين مشهورين جدا، ودائما الشيعين من مكايدهم وتلبيسهم على الناس إنه الواحد ما بيصهر بمذهبه، ما بيجي بيقول لك هوي تعال هنا نحن الجبهة الديمقراطية، نحن الناس اللي ما دايرين دين، نحن الناس اللي ما دايرين شريعة، الدين ده ما بينفع معانا. ما بيجي كده طوالي، بيجي أول حاجة بجلسة بتاعت استماع يقول لك طبعا نحن رابطة محبي ومشجعي مصطفى سيد أحمد بالجامعات، كل الناس اثنين اثنين، بعد شوية سكت المركب كذاب، الناس ما اثنين اثنين. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فهمت؟ وماشيين على سكة عدم، ما ماشيين على سكة عدم. ربنا سبحانه وتعالى قال ثم إلينا ترجعون، ما في سكة عدم، في حساب، فهمت؟ إلى غير ذلك من الأقوال الكفرية. أو زي كلام الصادق المهدي ده قال ينبغي إعادة قراءة آيات المواريث بما يتناسب مع العصر الحديث. والصادق المهدي من الناس اللي وقعوا على اتفاقية سيداو، اتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز بين المرأة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وفيها زواج المثلين الإباحية، ده في اتفاقية سيداو. قال وقد خطط الإنسانية، كتاب اسمه جدلية الأصل والعصر، الصفحة 65 في تلك الطبعة. أنا كان مشيت البيت بتاع الصادق المهدي ذاته، عنده محل كده للغفير بتاعه زي برج الحمام، طلعت فوق اشتريته ب 15 جنيه ولا كم، صفحة 65 له كم سنة، فهمت؟ قال وقد خطط الإنسانية في مجال حقوق المرأة خطا واسعة. طبعا الناس الصادق المهدي دائما بيتكلموا ويدغدغوا عن موضوع المرأة، هو الترابي زمان، ويجيب للمرأة الفتاة والسمحة وكده، ليشنو؟ عشان المرأة تصوت لهم، لأنه كانوا في مقابل الطائفة بتاعت الختمية اللي هو ناس بيتبعوا تبعية عمياء وكده، فدارين يكسبوا، عشان كده بيجيب لك زي الفتاوى دي. قال أيد هذه الاتفاقية، قال وينبغي، قال ما في حاجة اسمها للذكر مثل حظ الأنثيين، وربنا قال دي آية من القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا نوعية الصادق دي نوعية بليدة، ناس مشوا قروا السيربون وناس قروا أوكسفورد، ما ممكن يا أخواننا يجونا بأفكار توافق الإسلام، لابد يجي يطعنوا في الإسلام، عرفت؟ فدال أقوالهم أقوال كفرية، وهذا نموذج للناقض الكفري ناقض للإسلام. في نواقض عملية زي ما عملوا ناس صفية زغلول وسعد زغلول في ميدان التحرير المارقين فوق الجماعة هسي ده، لما سجنوا سعد زغلول في جزيرة من الجزر الإنجليز قبل ما يمرقوا من مصر، ودارين يعملوا مكيدة عشان يطلعوا الحجاب والنقاب من المسلمات، أصل المسلمين قبل الشغل بتاع ناس سعد زغلول وصفية زغلول وكده وناس رفاع رافع الطهطاوي والحركات بتاع تحرير المرأة، كان النساء المسلمين كلهم كانوا بيلبسوا النقاب، جو نزعوا ديل ودوا في جزيرة وجو طلعوا كإنسان بطل سعد زغلول تمثيلية في ميدان التحرير. في ناس ما فاهمين انه سموه التحرير ذاته ليه، فجات مع مجموعة من ساقطات الزية وقاموا قلعوا النقاب وداسوا به كرعينه، عرفتها؟ ومن هنا انطلقت الحركات بتاعت التحرير. واللي سمى صفية زغلول دي أصلا دي طبعا الطريقة الأمريكية والغربية، المرأة تسمى بعائلة زوجها، أصلا سمى صفية فهم، فقامت عملت العملية دي. كلام كثير جدا ها، ودي كلها نواقض للإسلام، كلها دي نواقض للإسلام، عرفتها؟ فالكفر يا أخواننا قد يكون بالاعتقاد، وده شغل المنافقين. عشان كده يا أخواننا الإسلام قال لك ما تمشي تسمع الشبهات، تلقى شيوعيين ولا شعبيين ولا غيرهم بيتكلموا ما تسلمهم قلبك، ليه؟ لأنه قد أنت تقع عليك شبهة تقوم تشك في الإسلام، والشك في الإسلام كفر، فتبعد من النازل وما تسمع لهم، ما ترخي لهم أذانك، لأنه لو رخيت أذانك تقع فيك شبهة وتمشي معهم تدور معهم. فالشيوعية على هذا، الشيوعية أخواننا كفر، الشيوعية كفر، وأي زول
ينتمي للمذهب الشيوعي ده يعرف الفوق إن الشيوعية دي فيها إنكار وجود الخالق وفيها سب الدين وفيها الإلحاد وفيها الطعن في القرآن والطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار القرآن والسنة وكذا، ويخش معهم ده كافر بر الدين. وأما مجرد الانتماء لهم زي ما قال الشيخ الألباني هذا يعتبر من الكفر الأصغر، وده على خطر عظيم جدا. فالإنسان يبعد من هذه المذاهب كلها، كل المذاهب تبعد منها، ماشي عين برام. في برضو المستغلين هنا، المستغلين ديل طبعا مرافيد الشيوعين. وينو الكتاب؟ كتاب بتاع واحد اسمه أبو بكر آدم إسماعيل، ديل مؤتمر الطلاب المستغلين. طبعا ده الحزب ده أسس كيف؟ أبو بكر ده من غرب السودان من عندنا هناك، فمشى يتزوج له واحدة، مشى داير يتزوج واحدة في الجامعة، و يعني أهلها قاموا رفضوه لأسباب عنصرية وأسباب قبلية. طبعا ده أخواننا في الإسلام مرفوض. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه، ما قال نسبه، وخلقه شنو، فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالإسلام أمر بالنظر في الكفاءة. إلى الكفاءة شنو يا أخوانا؟ الكفاءة في الدين وفي الخلق، تزوج طوالي وبأبسط الأمور ولا تنظر إلى دين الناس. المهم قاموا أدوش عكوش ده شيوعي ده اسمه أبو بكر آدم إسماعيل، الطبعة الثانية، كتاب اسمه جدلية المركز والهامش، بيعتبر إنه الصراع الدائر في السودان ده عبارة عن جدلية، يعني نقاش وتناقض ومشاكل بين المركز اللي هو بيكون العاصمة ومحل المدينة وكذا، والهامش الناس البر. عشان كذا بتلقى كلام كله والمهمشين وما المهمشين وكلام فارغ ساكت. فده موضوعه كله أدوش عكوش عمل له حزب. والله ده أنا ما أول مرة، وده أخوانا بالمناسبة تستغربوا، حتى ماركس ذاته في فرنسا دخل نادي، في نادي كده بتاع سيوف بتل سيف كده زي صوت العنج، وبتلعب في النادي ده، فقام حب له واحدة من الطبقة البرجوازية، برجوازية يعني الناس المقرشين. وانت المفروض تعالى مستواك، يعني انت خليك انسان بترضى بالواقع وخليك انسان واقعي، يعني يكون شيء عندك شيء من الواقعيه، اما ما تفكر ما تعيش في برج عادي. المهم فقام خشى النادي البرجوازي وكان حاب له واحده، قام والده رفض، اداه شاكوش برضه في فرنسا الكلام ده، فهمت؟ عشان ما تقول والكيزان والدين، الكيزان منهج باطل، لكن في فرنسا ديل كانوا كيزان فرنسا ولا شنو. المهم فده مشى خش النادي البرجوازي برضه، لعب مع الجماعة ديل، واحد من البرجوازية ديل أظنه كان شبعان قام جرحه. الشغلة دي عملت له عقدة، بقى عندهم مشكلة بين الطبقة البرجوازية اللي هو الناس المرتاحين وطبقة البروتاريا اللي هو الناس التعبانين. وده أخواننا ده تفضيل من الله سبحانه وتعالى عشان الحياة تستمر. ربنا قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. لو ما ده كان دكتور وده كان مهندس وده كان أستاذ وده كان كمساري وده كان خدرجي وده كان مكانيكي وده كان كهربجي، الحياة ما بتمش. لو كنا مكانيكية نصلح شنو؟ ما هي ظل بيصلح عربيته. لو كنا دكاترة اللي بيمشي للتاني منه، طيب الدكتور ده عنده ملايين مليارات وملايين الخدار، بيقدر الدكتور ده بيقدر عنده زمن يمشي المزرعة ويقدر يعرف المواقيت بتاعت الخضروات والسماد اللي بيدوا لها وكيف يفتح المجاري ويسقيها والواطي هوا كيف وتتنفس كيف والزراعة بتين وكده، هل بيعرف؟ ما بيعرف. المكانيكي دي شغلته كويس، الكهربجي ديك شغلته، فربنا سبحانه والراعي ديك شغلته، واي واحد تلقاه متكيف من شغلته. مكانيكي ده هذول تلقاه متكيف يقول لك هذول والله العربية دي جايه هنا، والراعي ذاك يقول لك يا سلام العماد دي البقر تمام ماكل تمام، بتاع الزراعة يقول لك الزراعة تمام، والدكتور متكيف والعسكري متكيف. ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا التفاوت بين الناس حتى تمشي الحياة. الحياة دي بتمشي كده كويس، الناس ما كلها مستوى واحد. لو كل الناس فقراء ما في زول عنده حاجة عشان يشتري من الزول الثاني، لو كل الناس أغنياء ما في زول محتاج عشان يمشي يشتغل، بالتالي حتتعطل الحياة. عشان كده المذهب الشيوعي ذاته مذهب بليد،
مذهب بليد. عشان كده عندهم حاجة اسمها المساواة، ودي يا أخواننا بلادة. المساواة ما مطلوبة، المطلوب العدل. إنه إنسان إنسان يعني عنده طاقات معينة. عشان كده المذهب الشيوعي بيقول لك شنو؟ بيقول لك من كل حسب عمله إلى كل حسب كسبه. وقال الناس كلهم ينبغي إنه يتساووا في الأجور. أنت قريت الجامعة وتعبت وساهرت، وفي الأتراب اللي كانوا معاك والشباب اللي كانوا معاك والناس اللي معاك في فصلك، لما أنت كنت بتقرأ كانوا بيلعبوا وكانوا جارين البحر، وفي واحد منهم كانوا بيفلقوا في الطير، وفي واحد كانوا بيسرقوا الجواف، وبعد ده خشوا الجامعة بيقوا كيزان. المهم الشغلة متفاوتة. طيب أنا القريت قريت وتعبت وشقيت، هل بعدينك لما أتخرج يكون الكسب بتاعي زي داك واحد؟ داك بيقى شيوعي، ها؟ مفلفل شعراته وبنطلون واقع تحت ومباري البنوت ماشي مع ديك ولا في مع ديك، وما قرأ. واحد قرأ وبيقى أول الدفعة يكون كسبهم واحد. ولذلك أخواننا المناهج العلمانية دي مناهج مصادمة للعقل. الشيوعية بتجي تقول لك إنه ما في حاجة اسمها ملكية خاصة، ملكية خاصة ما في. يعني أنا أخواننا تعبت مشيت الذهب كويس، موية كعبة بعوضة الله يكرمك ضبان كويس، يمكن البير تجي مهردمة فوقي وفاركت أهلي مشيت كسبت. يقول لك تشيل القدرك بس، الباقي ده ترجعه للدولة. مذهب بليد مصادم للفطرة. عشان كده انتهت بدري الشيوعية وهذه المذاهب. عشان كده ما تمشي معهم، والله ما تستفيد منهم حاجة. والكلام اللي بيقولوه حتى الشيوعيين ذاتهم بتجي تلقاهم بيجا هنا البنات اللي بيجيبوهم يتكلم عن ديل عشان يلموا بهم الشباب، لكن ما بتلقى لك بيت واحدة الشيوعيين ذاتهم بقوها مسؤولة. ليه؟ لأنه يقول لك يا زول النضال ده ما صعب. أسي الشيوعيين ديل الواحد فوقهم الجبهية ديل ما قادر يقارعون. أنت راجل ما قادر يقارعون، دار تجيب لي بيت تمشي تقارع الكيزان والجبهية؟ ها؟ فكلام ساي يا ناس، بيغشوا الناس وبغرروا بيك وبضيعوا زمنك ساي. والله اقرا لك قرايه تستفيد تمشي منها. طيب قال السلام عليكم على نعمه التوحيد. السؤال: ما هو موقف قاعده الولاء والبراء من الاهل والارحام الواقعين في الكفر والشرك؟ من علم وتمادى في الشرك والبدع من التصوف والتشيع والدجل والشعوذه. الانسان يا اخواننا دائما يعلم قاعده ذكرها العلماء ان اهل البدع والضلال نوعين. في واحد داعية للباطل وبيجيب لك شبه وعنده علم في باطله ده، فده ما بجوز لك تمشي معاه وتقعد معاه إلا إذا كان قريب منك شديد، لكن ما تناقشه. قد يكون أبوك في البيت ها يكون زول عنده شبهات وكده، فده ما تناقشه، لكن تحسن له والإحسان الدنيوي. والنوع الثاني هو النوع الجاهل، زي ناس الصفقة ديل، ناس الصفقة بكرة التجمع جاي يملى البلد فتح، تلقاهم ماشيين واحدين تلقاهم قاعدين متكيفين من البرنامج انه في بنوت قعدات والنضال وحركه قريفنا ورحكاكم نعمل مخاطبه في السوق العربي نوري لك الجبهه. في ناس تلقاهم متكيفين من البرنامج، فهمت؟ ولما انت يمرق من الجامعه يقول لك والله يا اخي طبعا ده كان برنامج ساي وكذا. فده زي ده انت بتوريه وتصبر عليه وتبين له الحق من الباطل. طيب اذا كان في سؤال مباشر ممكن نفتح الفرصه للمداخلات والاسئله. كلامنا ده كيف يا ناس؟ كلام ده صح ولا غلط؟ كلام نجر ساي ده ما الدين؟ يمكن يكون ده نجر، يمكن انا ساي انا قاعد انجر ساي. ما في جبهجيه هنا؟ شيوعيين ما في؟ اتحاديين؟ شعبيين؟ شعبيين وين؟ شعبيين اللي بيتكلموا عن العقل. يقول لك طبعا لابد انه العقل، وان العقل هذا مهم جدا. وفي زول قال لك مش بدون عقل؟ انا قلت له خدته برا هناك. وانت لو عندك عقل بتبقى مؤتمر شعبي؟ زي ما قال الشاعر قال: ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمع وأقبح الإفلاس بالرجل. هسي أنا على الأقل في الجامعة دي لو داير أضل ثب، لو داير أبقى ضال مرة واحدة وداير لي قروش ببقى مؤتمر شعبي. هسي أنا لو داير دنيا، الناس يا أخوانا بتفكر كيف؟ هسي أنا لو داير دنيا أبقى شيوعي؟ تبقى شيوعي يقول لك النضال. عشان تبقى نضال لا يكون بنطلونك مشرط وما تغسله 12 سنة، تلقى لو تلقى فوقه ممكن تشتغل فيه لاب بتاع كيمياء، فهمت؟ تلقى فوقه فطريات وطحالب وديدان مفلطحه ذاتها بتلقاها جوا كويس. ابقى اتحادي، ابقى اتحادي بتاع فته، انتظر ذاك اسمه منو؟ جلابيته المخنوقه ده محمد عثمان المرغني مشى القاهره
جاء من القاهرة، فات جدة، جاء راجع، مش أقعد أنتظره ولا أنتظر واحد من أسيادهم ديل يموت عشان يتبركوا بموت الغسل تحت الميت ويقطعوا العنقريب؟ أنت ما شفت الختمية لما مات لهم أحمد المرغني 2009 ولا كم؟ العنقريب شالوا به في الجنازة، الجماعة شالوا العنقريب، أوووك ده فيه بركة قالوا، كسروا يا ناس كويس؟ أسي أبقى بعدين الزول لو بقى ضال مرة واحد، فده كله هوس يا ناس، والله ده هوس، والله الأحزاب دي ما عندها موضوع، والشعب السوداني ده المفروض يفهم ويكون راجي ديل. أسي لو كده خلينا الأحاديث اللي بتنهى عن الخروج والمنهج الصحيح اللي بنعتقده نحن، وقلنا الآن نحن منهجنا زي منهجكم يا علمانين، عليك الله داري لكم وقت أكثر من الوقت اللي فيه السودان ده عشان تخرجوا؟ ما قادرين تخرجوا؟ في وقت أكثر من الوقت ده؟ بقص ما دار لا كلام، لو جيت وقفت هنا، لو ركبت حافلة، لو وقفت في صف بنزين، الناس دي بتنبز وتتكلم في الحكومة أنت لو راجل، تاني داري لك وقت بيتين يعني، جاز ما في، بنزين ما في، العيشة بجنيه، عيشة ذات الطبيقة تخدها في جزلانك، تاكل 10 عيشات تشحن لك خطين بس، كويس؟ أنت لو داير خروج ما تخرج الآن، تهوس يا أخي عليك الله ما تضيع زمنك، أحزاب بتاع شنو ذاته؟ ما قاعد لك ذاته. الصادق الماء ذات اللي يجي يتكلم لك وينه وينبغي كذا، طبعا ما نجاط بيدعوا لك له مليار ولا حاجه كذا، زي ما قال مثلنا في الغرب دابي في خشم جرادايا ولا بعضي، بيدعوا له جرادايا محترمه كذا، جرادايا كذا ثاني ما بيتكلم. هو الساعه يا ناس، والله الناس ما تضيع روح، والله السودان ده ما يتحل الا الناس ترجع لربنا سبحانه وتعالى وتتوب الى الله عز وجل وتخلي الباطل، ولا حيحلوا لنا الطرق الصوفيه. الان الصوفيه قالوا دارين يعملوا احزاب، حزب بتاع شنو؟ بتاع نوبات، ها اكاكين اكا، وانا فاهمك ذاته رقيص. الان الصوفيه فقدوا المنطق، بيقوا 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 يحاكوا الفنانين في الغنى. الان اي حفله الا ما رحم الله باختمها بالغنيه بتاعت مكاشف الغم، مش لو سالت الماسك الدي جي ذاك تقول له تعالى يا عمك الزول ده بيقول في شنو؟ يقول لك والله ما عارف، لكن الدقه دي دقه عويره، يقول لك دي دقه محترمه، ناس دارين يرقصوا ساكت، منهج فارغ ذاته، كلام فارغ، فهمت؟ ناس ماشيين للاموات. الناس ذاته الحمد لله الوضع الصعب ده كان فيه خير للسودانيين ذاته، عشان الناس يمرقوا من الطرق الصوفيه دي ويعرفوا انها ما عندها حاجه. شيوخ يا اخي يقول لك نحن الكون ده كله بنسوي فوقه ايش؟ ها؟ القادريه قال الكون اعلاه اسفله في طي قبضتنا. طيب ما تفكوا الجاز يا اخي، فكوا الجاز والبنزين ده، قالوا في طي قبضتنا نار الخليل طفت من سر تفلتنا ونار موسى اضاءت من محاسننا. ديل الختميه قالوا نار موسى ضاءت لانه نحن ناس شنو؟ لان ناس وجيهين. ها قال جمال يوسف من انوار بهجتنا. تخيل الختميه ديل، والله ان شافتك مرت العزيز يا الختمي ولا كان طردتك ذاته، ها كان طردتك عديل. قال جمال يوسف من أنوار بهجتنا، قال والطور دكة وخر موسى منصعقا لما رأى النور إجلالا لحرمتنا. يا أخي نحن في بلد زي دي وبيقولوا كلام زي ده، ليه ربنا سبحانه وتعالى ما ينزل علينا المرض والقحط والفقر والمشاكل؟ حتى نحن في الكورة تعبانين، في الكورة لو غلبنا ناس زائر تلقانا متكيفين، أوه جبنا قوم في زائر، يا زائر ذي ما لاقين يأكلوا، ما لاقين يا اخي الناس شغالين معاكم بزيت المصافي، ها يا هوس ساكت هوس، فهمت؟ ولذلك يا اخواننا والله الواقع اللي نحن واقعين فوقه ده ربنا سبحانه وتعالى ما يرفع الا نرجع الى الله. ربنا قال ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. طبعا الشيوعي بيجي عايل لك كده باستغراب، يقول لك شوف الزول ده بيتكلم بكلام رجعي كيف؟ انا افتكر انه الموضوع ده مفروض يصلحوا المشروع بتاع الجزيرة عشان البلد تتصلح، ما تقعد تقرأ لي آيات. طيب سؤال، انت كزول مزارع بتحفر الواطة قلبتها والسنة الفاتت كانت بور واشتغلت فيها كديب مرة أولى ومرة تانية وفتحت لها الموية والموية جرت ورميت البذرة حقتك، تاني عندك شغل؟ ما عندك شغل تاني، والسماد بتاعك كبيته واي حاجة سويتها، اللي بيخلي الحواشة دي قبل 20 سنة تجيب لها 50 شوال والليلة تطلع انت مطالب شنو؟ من ناحية انبساغية كده كده اغنعني في شنو؟ الحاصل شنو؟ الواطة مالها؟ الواطة مشفرة؟ ما بتقوم؟ الحاصل شنو كده من ناحية بتاعت انبساغ؟ الموية
يا همو يا الزمان، الواطة يا هواطة الزمان، نفس الشغل اللي بيشتغلوه زمان يا هو هسي. ليه؟ الثروة الحيوانية بتاعت السودانيين ليه بقت تعبانة؟ بل زمان يقول لك يا أخي عليك الله الضحية لما تجي يجيب لي معاك شنو؟ خروف، صح؟ لأنه زمان الخروف في الولايات بقى أرخص، الليلة الخروف في الولايات بقى غالي. ده بعد ذاك بينعكس على الناس في جنوب الجزارة مش، وبينعكس على مستوى الحلة في البيت. ما أنا بتكلم معهم العلمانيين ديل بنفس المنطق بتاعهم. الحلة بتاعتك دي مكونة من خدار، ومكونة من لحم، ومكونة من ملح، فهمت؟ واللحم بتاعك زاد، وبالتالي انت ذاتك الصحة بتاعتك بتكون تعبانة. عشان كده غالب أمراض السودانيين دي برضو من ناحية انبساغية، غالب أمراض السودانيين هي أمراض بتاع الجوع بس. والله السودانيين دي لو أكلوا المستشفيات دي بتبقى فاضية. ها يا أخي السوداني تلقاه تلقاني حيفوني، تقول لا ودي يا ولد ها إن شاء الله امتحنته ثالثة، يقول لك هذول أنا خريج، ها أنا خريج. الناس تعبانة، الواحد تلقاه والله يبارك جاي شهادة عربية ما شاء الله صحته تمام، واد صغير، فهمت؟ البلد دي بقت بركة فيها ماف إلا ما رحم ربي. السبب شنو؟ سبب معاصي الناس، الأمراض. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس. ده نحن التفسير بتاعنا، نتحدى شيوعي نتحدى ما شيوعي، يجي ناغشنا في الكلام ده. أي زول عنده أي فهم تعال ناغشنا في الكلام ده، رأيك شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. هل تعلم أن هذه المجاعات لو كان الإنسان بيأكل فتة زي الناس ما بتصيبه؟ فتة بس، عرفتها؟ تلقى الفول ذاته بيقى عامل كيف؟ السبب معاصي الناس. هذه لابد ترجع لربنا سبحانه وتعالى، لابد تتوب تخلي البلاوي عشان ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليها. عشان كده الناس في آخر الزمان إذا تابوا ورجعوا إلى الله وصارت الأرض خالية من المشركين والكافرين تزيد البركة. نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا ابتلاهم الله بشدة المؤونة وجور السلطان. قال وما فشت الفاحشة في قوم قط حتى أعلنوا بها. تلقى يا أخي في السودان للأسف الشديد، في السودان البلد اللي كان مشهور بالرجالة، ويجيبوا لك تلقى الجماعة في الواتساب يقول لك يا سلام السودانيين لما كانوا في حرب ما عرف ليك الحرب الثانية، وجول الإنجليز الحاكم بتاعهم أباح لهم ليبيا، الجيش السوداني الجيش الوحيد وقف قال لهم ما بتخشوا ديل مسلمات وما بتخشوا تنتهكوا عرض واحدة بس، عرض واحدة ما بتنتهكوا إلا كلنا نموت. قاموا وقفهم طوالي قال لهم أقف. وفي عمك برضو في اليوتيوب جايبينه كتل له واحد برضو بريطاني كتله لأنه داير ينتهك له عرض واحدة. الآن بقى انتهاك الأعراض عند كثير من الشباب للأسف الشديد بقى فن ذاته، بقى فن، بقت المعاصي ذاتها بقت عندها شغلة عجيبة. ها يا أخي والله أخوانا الإنسان يتحير لما يقرأ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس قال لمجاهد أو لأحد التابعين ألا أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى. قال تلك المرأة السوداء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله ألا أسرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت وهو خير لك، أو قال ولك الجنة. قالت بل أصبر. قالت ولكني يا رسول الله أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف. يعني لما أسرع بتكشف، والصرع معروف يا أخواننا إنه شيء خارج عن إرادة الإنسان. طيب اللبسة كان راجل حصلني والشريعة طرشقت وعديم الولي فصل الدين عن الدولة وفي حاجات جات جديدة، دي بتتكشف؟ هل دي تصرع؟ ما لا، ليه لابسة كده؟ عشان كده قال وما فشت الفاحشة في قوم قط. تمشي بجاي كبريتوتي كبريتوتي تلقى الجماعة قاطعين الكبري، وعندهم قال حاجة اسمها مصيبة، قال اسمها الكبري قطعني ولا اسمها شنو ما بعرف، حاجة كده صغيرة هنا بجاي، فهمتها؟ بيلبسوها تلقاهم ماشيين بغادي وقاطعين كبريتوتي قاعدين في البحر بغادي، وناس خاشين لجوا. ده التعليم في السودان؟ ها؟ قال حتى أعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع
والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. كل يوم نحن بيظهر فينا مرض جديد ما عرفناه قبل كده. يقول لك والله قبل 30 سنة أمراضكم دي نحن ما عارفينها، ناس سكري وناس ضغط وناس ايدز وناس شنو، دي ما كانت فيه. ها السودانيين كان عندهم الرجالة والنخوة والشهامة، دي نحن محتاجين لها، محتاجين لها. بقى اللي بيقول الكلام ده إنسان غريب غريب. ها وللأسف الشديد بعض مرات بيجوا باسم الدين، باسم الدين الشغلة دي، فهمت؟ المهم الموضوع ده طويل والكلام فيه طويل، نفتح فرصة للأسئلة. كان أسئلة في أي موضوع أو مباشرة أو عبر ورق، أو كان في زول كلامنا ده ما عجبه.